سبعة أيام من الدعم والإغاثة استجابة لبيان المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، تشكيل لجنة الدعم والإغاثة بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة. بدأ العمل في 25 من أيلول عام 2024. خلال الأسبوع الأول استقبال 227 عائلة لبنانية نازحة تضم 1000 فرد، إقامة العوائل في 6 فنادق مجهزة بالكامل، تهيئة 3 مدن للزائرين لاستقبال 2000 فرد، توزيع 50 نوعا من الأدوية، توزيع 3000 وجبة طعام يوميا من مضيف الزائرين، توزيع 1000 قطعة ملابس للعوائل، تخصيص 10 آليات لنقل العوائل. العتبة العلوية المقدسة دعم مستمر لإخوتنا من الشعب اللبناني الشقي. ليس بجديد علي بن أبي طالب كان ما ياكل لقمته ويطعم بها الفقراء، ليس بجديد، فما بالك الآن العتبة العلوية المقدسة طبعا تطعم وتنطي وكل شيء وكل العتبات. هذا هو نهجنا أخوان، هذا هو نهج شيعة أمير المؤمنين، هذا هو نهج علي بن أبي طالب، بغض النظر عن كل الطوائف والأديان، هذا هو نهج. إحنا تعلمنا هيجي ويا الكل، ويا الكل. هو مبدأ إنساني، مبدأ أنه واحد هو ضميره، ضميرك أنت إذا يسمح لك أنه تشاهد هاي الناس وبدون ما تسوي شيء، إحنا ضميرنا ما يسمح لنا. علي بن أبي طالب كان ما يفطر، يجون الناس الفقراء ينطيهم فطوره، فما بالك هسه بزمن التطور وبزمن الله مفضل علينا وعلى العتبات وعلى العراق. شنو يعوف الناس؟ يعوف الشعب الفلسطيني؟ لو يعوف الشعب اللبناني؟ لو شو يعوف يا شعب؟ هذا هو دائما العراق، مستحيل انه يترك بلد يعاني، خصوصا اذا كان يعاني من قبل الكيان الصهيوني او امريكا او غيرها.